مع إجراءات العزل المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في العراق ورغم الهدوء إلا أن موجة أخرى من التظاهرات تلوح في الأفق مع بقاء المشاكل ذاتها وبروز مشاكل اقتصادية لدى شريحة كبيرة من الموظفين الذين يرفضون قرار الحكومة بتخفيض أو قطع رواتبهم مع فشل الأخيرة بوضع أي حلول للأزمة من دون هذه الحلول يقدر معهد جيرفيز للخدمات المالية احتياجات التمويل الخارجية للعراق لعام 2020 بحوالي 40 مليار دولار، ويؤكد المعهد أن حديث صندوق النقد الدولي عن استعداده لتقديم الدعم والإقراض لن يكون كافيًا مع الانهيار الاقتصادي المتسارع في العراق، الأمر الذي يحتم على الحكومة تقليل عدد وزرائها والمسؤولين العاملين في الدولة. وربما اضعاف العمله اكثر لتقليل التاكل السريع لاحتياطات العملات الاجنبيه الرواتب تشكل ما يقارب 60% اصبحت من الموازنه والنفط متذبذب لا يمكن الاعتماد عليه والدوله متضخمه يعني التعيين للتعيين لا ينفع يعني بالشكل الحالي الدوله كسوله بالشكل الحالي الدوله مترهله بالشكل الحالي الدوله تعرقل نفسها وتعرقل البلد هذا الترهل سببه كما تؤكد اللجنة المالية النيابية هي الامتيازات الكبيرة التي أعطيت للأحزاب، فرغم إقرار العراق موازنة هي الأعلى في تاريخه تخطت 111 مليار دولار، إلا أن الرواتب الضخمة نسفت أكثر من 67% من الموازنة. الفساد الحاصل كان شرارة التظاهرات في البصرة في أيار عام 2019. وفشلت الحكومة حينها باستيعاب طلبات المتظاهرين، الأمر الذي أوصل الأمور لثورة شعبية شاملة في تشرين الأول عام 2019، يبدو أنها لن تقف حتى تحقيق مطالبها بإسقاط نظام سياسي وأحزاب اعترفت بفسادها، وتصر البقاء في مناصبها حتى اللحظة.